مسلسل طائر الرفرافة الحلقة 37 وأقوى سيناريو. عبدين سيد قازم تعرض فريد لإطلاق نار وهو الآن قابع في المشفى، ولا أنا لم أستطيع الوصول للسيد أرهان كي أخبره. قازم ماذا يا رب رحمتك؟ احكي لي كل شيء بالتفصيل. التفت قازم لأسماء وقال لا يجب أن نعود الآن إلى عنتاب. أسماء هل حدث شيء سيء سيد قازم؟ أرجوك لا تخويفني. وبعد أن روى لها قازم الأحداث التي وقعت انفجرت بالبكاء وقالت له أكيد من أطلق النار على فريد قتل صغيرتي سيران أيضا ودفناه ورماها في مكان ما. قازم لا تهدأي أسماء اهدأي، لم يحدث شيء من هذا ولا تتكلمي هكذا أمام سونا وتخويفها، سنعود إلى الآن، جهزي نفسك بسرعة. المشهد الثاني، عاد هاليس آخر القصر، أصبح الآن في صحة جيدة لكنه لا يعرف أن حفيد فريد بين الحياة والموت في المشفى. المشهد الثالث، طارق متكئ على زجاج غرفة الإنعاش يراقب سيران. سيران جالسة تبكي بجانب فريد، تحضن بعيني وتلف روحان بنبض قلبها الذي يدق من أجله مناديا إياه. اتجهت سيران لمركز الشرطة كي تبلغ عن طارق الذي حاول قتل زوجها. كان قلبها ينبض بالحزن والغضب في آن واحد. عادت سيران للمشفى وجلست على كرسي بجوار غرفة فريد، تبكي وتنظر إليه من خلال الزجاج. اقتربت منه الطبيبة بهار، وضعت يدها على كتفها ثم قالت لها لا تقلقي، سيكون بخير، لديه شيء ما جعله يتمسك بالحياة ويعود من الموت. ثم مدت لها بيدها لتصافحها وقالت لها لم نتعرف بعد، أنا الطبيبة بهار دينيز. سيران، أنا سيران زوجة فريد، تشرفت بمعرفتك سيدتي وودي أن أشكرك على إنقاذ لحياة زوجي. بهار، العفو، هذا واجبي وعملي، وعلى فكرة أنا لست متزوجة. ابتسمت سيران ونزلت رأسها، أما بهار فقد جلست بجانبها ووضعت يدها على ذقن سيران ورفعت لها وجهها ثم قالت كم هي جميلة ابتسامتك، كفاك بكاء سيران، وادعي له فقط سيكون بخير، سيصحو أعدك بذلك. سيران، يا رب لا أريد هذه الحياة إلا أن أرى عينيه الجميلتين من جديد. بهار، واضح أنك تحبيني كثيرا. وضعت سيران يدها على بطنها وقالت هو زوجي وولد طفلي الذي لم يعلم حتى به وجوده حتى الآن. بهار، وهي تبتسم مزحة، صغيرة جدا بالنسبة لي أم، أنا مثلا في 32 عمري ولم أتزوج بعد ذلك، كرست كل كامل وقتي لدراسة الطب لأن أخي ضحى من أجلي ومن أجل طموحي، ترك مما قاعد الدراسة وأحلامه كي يصرف على جماعتي. سيران، أتعلمين حتى أنا حلمت بأن أصبح طبيبة في يوم ما، لكن وبدأت أمنيتي ودفنت تحت جدران ذلك القصر. بهار، لم تتأخر أحلامك بعد أو تموت، مدام قلبك نابضا بها يكفي أن تؤمني بنفسك مجددا.